احكي لي يا نسيم اللي ماري على الشجر مقابلي عن اهلي حكايه عن بيتي حكايه عن جار الطفوله حكايه طويله. حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار يا نسيم اللي ماري عأرض الغار حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار خبرني كان بعده بيذكرني غير كل يوم بمثل هالوقت فقرات متنوعه وضيوف من كافه الاختصاصات عم بيكونوا معنا ضمن صباحنا بهذا اليوم وببدايه هالاسبوع بنتمنى لكم ان شاء الله يحمل كل هالاسبوع الراحه والسلام وكل الخير لكم. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك اريج وصباح الخير لجميع مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تتابعونا. كل يوم بنطلع عليكم بمجموعه من المواضيع والمحطات من سوريا والعالم لنسلط الضوء على نبض الحياة في سوريا مع مجموعة من الأخبار. بنبتدي رحلتنا الصباحية لكن كالعادة بالبداية بنوجه تحيتنا لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم. رحلتنا الصباحية بلشت لكن كالعادة بعد الفاصل. أريج يمكن كل يوم بنطلع على مشاهدينا لنسلط الضوء على أهم المحطات والفعاليات والنشاطات اللي عم تقوم في سوريا رغم كل ظروف الحرب. يمكن ما توقفت الحياة أبدا، الحياة الفنية الثقافية أكيد والحياة الاجتماعية. يعني إرادة قوية ودايما هذا الشيء بأجدى الشعب السوري عبر انتصارات أبطالنا باللي الجيش العربي السوري أكيد دايما بنوجه لهم تحية صباحية. مشاهدينا كل يوم بتسجل عدد من الأحداث اللي بتترك ببصمتها بمثل هذا اليوم. نحن رح نشوف شو تسجل من أحداث بهالتقرير. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة واضحة في سجلات التاريخ ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1814 إرغام نابليون بونابرت على الانسحاب من معركة لون في فرنسا. في عام 1906 بريطانيا تنزل البارجة الحربية دريدنوت إلى البحر وهي أول سفينة في العالم في ذلك الوقت مزودة بمحركات توربينية، كما كانت أكبر سفينة من حيث الوزن فكانت تزن حوالي 18,000 طن. في عام 1910 إلغاء الرق في الصين. في عام 2004 مجلس النواب الفرنسي يوافق على مشروع قرار يحظر ارتداء الحجاب أو أي رموز دينية في المدارس والمؤسسات الحكومية. ومن الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام
1954 رياض الصالح الحسين شاعر سوري. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1940 ميخائيل بوغولغوف روائي ومسرحي روسي، وفي عام 2004 زكي نصيف ملحن ومغني لبناني. صباحنا لسه بأول، ويمكن سوى نشهد خلال ساعته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. نقاوم لنعيد الابتسامة، شعار بسيط تبنته جمعية بسمة المنظمة الأهلية التطوعية الوطنية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان وأهاليهم، والتي تقوم بعمل على مدار سنوات دون توقف وتحرص على توفير المستلزمات الطبية للأطفال المصابين بالسرطان رغم كل ظروف الحرب. يعني بوسائل مختلفة من النشاطات والفعاليات اللي يعود ريعة لدعم هذا الهدف. نتعرف أكثر على آخر النشاطات بصيرنا نكون معنا لليوم بصباحنا غير كاتيا شطة، أمين سر جمعية بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان ورئيسة لجنة العلاقات العامة والتمويل. يسعد صباحك كاتيا، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نحكي عن نشاطات الشهر الماضي اللي كان يمكن حافل بالنشاطات للجمعية، وتضمن كمان فعالية أو نشاط تحدي الكبريت اللي ضم مجموعة من الفنانين السوريين. تمام. هلا نحن كل سنة هو 15 شباط بيصادف اليوم العالمي لسرطان الأطفال. فنحن كنا نحن جمعية بسمة صار لها 12 سنة عم تشتغل، من 12 سنة ونحن كل سنة بنعمل حملة خلال شهر شباط بتتضمن 28 يوم من العطاء. كل يوم بيكون في شيء على الروزنامة بيقدر حدا يساهم من خلاله انه يدعم الاطفال المصابين بالسرطان. هلا تحدي عود الكبريت هي السنه احنا اطلقناه، هو الهدف منه كان توعوي. هو العود الكبريت بيرمز للمده القصيره الطفل المصاب بالسرطان معه لحتى نحن نلحق ننقذه، لانه الساعه بتدق بسرعه وسرطان الاطفال بينتشر بسرعه، فنحن معنا وقت جدا قصير لحتى نلحق ننقذه لهيدا الطفل. فهيدا هو كان الهدف منه توعوي، نلفت النظر اكثر لقضيه سرطان الاطفال ونركز على اهميه انه العالم كله. تفاعل كبير يمكن نحن بشكل واسع، نحن ما توقعنا بصراحه لما اطلقناها انه هيك تاخذ هيدا الصدى الكبير. يعني كثير العالم تفاعلت معنا وهذا الشيء كثير كان بيسعدنا، واسامي كثير كبيره وفنانين شاركوا معنا بهي الحمله، لحتى صار يجينا فيديوهات مثلا من امريكا من المانيا، سوريين قاعدين بالعالم كلهم صاروا يشاركوا معنا بهيدا التحدي وينشروا اكثر. بالعكس يعني مشاركة هيك وجوه فنية معروفة والعديد من المشاهير، قديه ساهم بالفعل بدعم الحملة كاتيا؟ كثير ساهم هيدا الشيء، يعني بتعرفوا العالم هون بتنظر للفنانين بشكل خاص يعني، وهذا الشيء بيعزز نحن من التحدي تبعنا انه الفنانين عم يشاركوا معنا. فهي نحن شغله لنا كثير يعني كانت مهمه وضروريه، وانا يعني من خلالكم بتشكرهم كلهم انه دعمونا وشاركوا معنا بهي الحمله. اكيد نوجه تحيه لكل يمكن اللي تفاعلوا معكم بهي النشاط وكانوا مشاركين بهيدا الدعم. خلينا نحكي هي الحمله ضمنت العديد من النشاطات من بيناتها نشاط تحدي الكبريت، خلينا نحكي عن النشاطات الاخرى كانت في الشهر الماضي. هلا نحن كان في عنا في شيء اسمه بيع منتج، في عدة منتجات على الروزنامة، كان إنه خلال شهر شباط إذا بتشتريون بيعود ريعون لجمعية بسمة. نحن هلا بنحاول نحن على الروزنامة إنه نحاول نتوجه لكل فئات المجتمع. يعني مثلا للأطفال كان فيهم يشتروا مطمورة يصمدوا من مصرياتهم ويرجعوا لنا إياها. كنا عاملين يوم بالسينما للأطفال تروح تحضر فيلم كرتون وبيعود ريعه كمان للجمعية. كان في عدة مطاعم مشاركة معنا بهي الحملة إنه إذا بتزوروهم خلال شهر شباط كمان بيعود جزء من ريعون لجمعية بسمة. كان في تنوع، بآخر الشهر كان في حفلة لنصيف زيتون كمان كان ريعة لجمعية بسمة. فكان كثير الشهر متنوع وجميل نشوف فنانين مشاركين بحفلاتهم لريع مثلا جمعية بسمة، لأنه بنعرف نحن قديش الكلفة الكبيرة لأدوية مرض يعني مرض السرطان، خصوصا ضمن الحصار الاقتصادي اليوم بظروف الحرب. تمام. يعني نحن هي الحمله هي السنه نحن بتجي بعد انقطاع 8 سنين. يعني نحن اخر حمله عملناها كبيره مثل الحجم هي السنه كانت بال2011،
وبعدين نحن وقفت نشاطات الجمعية بس نشاطات وإلا نحن كخدمات ما وقفنا ولا دقيقة. فنحن هاي السنة لما أخذنا القرار نحن نرجع نعمل حملة كبيرة مثل أيام زمان كانت قرار كتير كبير بالنسبة لنا، بس قلنا خلص يعني الحياة بدها تستمر والأطفال السرطان مسؤولية الكل ولازم نحن نوعي على هذا الموضوع. فنحن كتير كنا مبسوطين إن الحملة نجحت وأخذت صدى كتير كبير والعالم تفاعلت معنا والعالم رجعت تذكرت إنه السرطان بعده موجود ما اختفى وجمعية بسمة ما زالت عم تقدم خدماتها وما وقفت ولا يوم. ممكن دائما النشاطات بالفعل اللي عم تقدمها بسمة عم تلقى النجاح والصدى أكيد لأنه بتحمل كتير معاني سامية. كمان من فترة نشر فيديو عن وحدة العلاج بمشفى البيروني، اليوم يمكن كمان مثل ما ذكرت نور إنه بظل ظروف الحرب في معاناة كتير كبيرة يمكن بتأمين الدواء وخاصة دواء علاج مرض السرطان للأطفال، أكيد مو ذنبهم للحرب ولا ذنبهم تكلفة العلاج. اليوم قديش بالفعل عم تحافظوا على سوية العلاج؟ هلأ ما بقدر لك يعني نحن الدواء الغير متوفر بالسوق نحن عم نقدر نأمنه كجمعية بسمة. نحن ما في ولد ما دق باب الجمعية إلا ما استقبلناه، ما في ولد احتاج دواء شو ما كان يكون نحن ما أمننا له يا. نحن الأطباء والممرضين اللي عم يشتغلوا بمشفى البيروني بحرستا يلي خلال كل سنين الحرب ما وقفوا ولا يوم عن العطاء بالمستشفى. نحن هدول بنسميهم الجنود المجهولين بالجمعية، يعني عم بخاطروا كل يوم بحياتهم يطلعوا على حرستا. أكيد نوجه لهم تحية فردا تحية كثير لأنه عن جد جهود جبار عم يقوموا فيها مثل ما قلتي تحت الخطر عم يشتغلوا. يعني بنعرف نحن المنطقة قديش فيها مثلا هي منطقة فيها اشتباكات طبعاً. مع المجموعات المسلحة، فأكيد تحية لكل فرد بجمعية بسمة. خلينا نحكي عن يمكن الدعم المعنوي والمادي والنفسي، مثل ما قلتي يمكن ما في طفل ما دق بابكم إلا ما حاولتوا تأمنوا له كل شيء، قديش مهم هيدا الدعم خصوصا بالعلاج. يعني النفسية بتلعب دور كتير بين أنت تطلقي العلاج يساعد ببناء النفسية من أول وجديد، لأنه الأطفال مثل ما قالت أريج يعني ظروف الحرب هي ما ذنبهم تمام في أكيد. هلا هي الحرب صعبة على الكل والأزمة يعني ازعجت كل العالم، فهي مضاعفة على الطفل المصاب بالسرطان، يعني هو الحرب والمرض فوقه. فنحن الدعم النفسي نحن في عنا لجنة الدعم النفسي بالجمعية هي اللي بترافق الطفل والأهل من أول يوم بفوتوا على المستشفى ليخرج بتجهز الأهل بتحطهم بالجو بتحطهم بالصورة الولد عن شو بده يمر شو هي الظروف اللي هو بده يمر فيها بترافق الطفل. نحن في عنا تهيئة الولد نفسيا لهيك موضوع كيف بيكون؟ يعني لما تقولي له أنت ممكن ما تعيش يعني في فترة زمنية ممكن تكون موجود على الحياة وبعدين ممكن يا تشفى يا لا، فهي نحن ما نحكي هيك لا نحن أبدا مو هيك. نحن دائما نظرتنا كتير إيجابية للمرض السرطان، نحن دائما بنقول أنه مرض السرطان قابل للشفاء يعني هو جدا قابل للشفاء. ونحن هاي السنة أصلا حملتنا عم نحتفل فيها اسمها وعادة الابتسامة لأن نحن عم نحتفل فيها بشفاء 200 طفل من وحدة بسمة التخصصية. فنحن هذا دليل أنه إذا الولد حصل على العلاج الكامل والدعم النفسي والمعنوي فهو بيقدر يشفى من هذا المرض. فنحن أبدا ما هيك نظرتنا ونحن دعمنا هذا الجميل يمكن عندكم بطريقة التعاطي. ونحن في عنا لجنة الدعم المعنوي اللي بتنزل كل يوم على المستشفى من 4:30 للساعة 6 كل يوم، في متطوعين بيزلوا على مستشفى الأطفال بيقضوا وقت مع الأولاد 1:30 نشاطات ألعاب بيسلوهم بيقضوا معهم وقت بيرفهوا عنهم. فنحن لا نحن منرافق الأهل والأولاد من أول مرحلة وإن شاء الله لحتى يوصلوا لبر الأمان. كاتيا ذكرت نقطة أنه بترافقوا الأهل والأولاد، يعني دايما النشاطات والحملات اللي عم تقوموا فيها هي هدفها يمكن من إحدى أهدافها الأولية هي نشر التوعية بمرض سرطان الأطفال، لكن في توعية أيضا كتير كبيرة للأهل. اليوم كمان بسمة ما عم تنسى دور الأهل وعم يكون في دعم لهم. اليوم قديش لاحظتوا أنه في فرق من بعد هالسنوات من عمر بسمة أنه بالفعل حققتوا توعية منيحة بالنسبة للأهل؟ هلأ نحن دائما بنشتغل على توعية الأهل. هلأ مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي نحن بنشتغل دائما أنه نحن نحط العلامات المبكرة والمنذرة لسرطان الأطفال لأنه من خلاله نحن بنقدر ننقذ طفل.
فنحن دائما بنشتغل على هذا الموضوع ودائما بنحط شو هن العلامات المبكره. يعني اذا وصلنا لطفل واحد نحن بنكون كثير عملنا انجاز كبير. وغير انه نحن جمعيه بسمه، نحن بيجينا كثير عالم من المحافظات السوريه اللي هن ما كانوا بيعرفوا اصلا انه في جمعيه بسمه اللي هي بتقدم خدمات مجانيه لكل الاطفال السورية. فنحن هيك بنكون عم انقذ كمان اكبر عدد ممكن من الاطفال لما يسمعوا بوجود جمعيه بسمه. فنحن التوعيه عنا شغله كثير مهمه، ولجنه التوعيه شغاله كثير منيح وبتعمل دائما محاضرات وبتقدم خدماتها. ويمكن مثل ما قلتي هي الحمله شعارها لنعيد الابتسامه احتفالا بشفاء 200 طفل، كمان رقم قياسي اكيد. يمكن نشكركم على الوجود الجهود الكبيره اللي عم تقوموا فيها، وقديش لما تحسي انه فعلا ساهمتوا بشفاء العديد من الاطفال يمكن بيعطيكم دافع اكبر وتحدي اكبر. بالختام كلمه بتحبي توجهيها لكل اللي عم يشاهدونا، لكل حدا يمكن عنده بالبيت مريض وحابب كمان يكون متواجد معكم؟ هلا انا بحب بس انشر التفاؤل انه مرض السرطان قابل للشفاء. اي حدا بحاجه لجمعيه بسمه، بحاجه لدعم، نحن هون موجودين وفاتحين ابوابنا لكل السوريين من كل المحافظات. ونحن معكم وشو ما بيصير. واي حدا بيحب يتبرع كمان لجمعيه بسمه ولا يدعمها فينه طريق الحسابات او عن طريق يرسل رساله نصيه على 1299 ام تي ان و1077 من سيرياتيل. وهلا بما انه شهر اذار وعيد الام، بتمنى لكل امهات سوريا يكونوا بخير، واللي بيحب كمان يتبرع باسم امه هديه لجمعيه بسمه نحن كمان بنكون كثير مشكورين. شكرا كثير. بدنا نتمنى لكم كل التوفيق وجهود كبيره عم تنبذل بجمعيه بسمه، نتمنى الشفاء التام لكل المصابين بمرض السرطان، وتحيتنا لكم. شكرا كثير لك كاتيا شطه. مرسي، شكرا لكم. اكيد بدنا نتشكرك مثل ما قلتي اريج، اكيد نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى ولكل طفل مصاب بالسرطان. ان شاء الله دائما الابتسامه مزينه وشو. اما هلا ننتقل لرحلتنا الثقافيه والبدايه مع الفن السابع فقد ابصر النور، عمل جديد للمؤسسه العامه للسينما وشركه انزور للانتاج السينمائي. فقد تم اطلاق العرض الخاص للفيلم الروائي الطويل رجل الثوره بدار الاسد للثقافه والفنون، سيناريو حسن ميم يوسف واخراج نجدة إسماعيل أنزور. تفاصيل أوفى برفقة زميلتنا نيرمين حسن عمار. في حلقة تم تحويل سوريا إلى ساحة لنوع فريد من الاستثمار، الاستثمار في الإرهاب. بهذه العبارة بدأ المخرج نجدة إسماعيل أنزور عرض فيلمه الخاص الرجل الثورة، بطولة الفنان سيف الدين سبيعي، ميرفا القاضي، خلدون قاروت، رام يوسف، بالإضافة لنخبة من الممثلين السوريين. كل من يتدخل بالأزمة السورية له مصلحة ومصلحة شخصية، سواء كانت دول أو كانت أفراد. فنحن عم نقول النهاية لن ينفع السوري إلا قضيته أن يكون سوري وأن يدافع هو شخصيا عن قضيته. ونحن حاولنا نقدم هذا النموذج المبتز اللي بيجي لتحقيق غايات شخصية. فلذلك بنقول انه هذا الفيلم مهم جدا بهي الفترة لتسليط الضوء على هذا الملف الملفق الذي يدعى الملف الكيماوي. الفيلم يتناول قصة صحفي يدعى جون رايلي يبحث عن الشهرة فيدخل إلى سوريا من عرسال اللبنانية بغية استثمار نجاح جديد له على دماء الأبرياء. لتتسارع الأحداث بعدها ولتأتي رسالة الفيلم محمولة على بوستره بعبارة قضيته الوحيدة هو نفسه. أستاذ نجدة من الناس اللي بحبهم وبحب كثير اشتغل معه، هاي شغلة. الشغلة الثانية أنا لما قريت النص الحقيقة لفت لي نظري موضوع جملة حقيقة بالنص خلتني فكر أني ألعب هذا الدور. بيقول الصحفي بأحد الحوارات، بيقول في الحرب الحقيقة هي أول الضحايا. هلا رح تشوفوها بالفيلم. أنا هاي الجملة كثير حبيتها حقيقة. النص اللي كاتبه الأستاذ حسام يوسف نص كثير مغري. الحرب تصنع واقع مقنع من الصعب التقاط حقيقته، ولكن نحن حاولنا من خلال لغة السينما اللي هي لغة راقية أن ننحي أقنعة الحرب لكي نقول الحقيقة لأول مرة من وجهة نظر سورية. دائما تعرفي الضخ الإعلامي يأتي من الجهة الأخرى.
عندما تتحدث الصورة في زمن الحرب وتلامس الواقع فتبوح بتفاصيله تغدو وثيقة. رجال الحرب كثر، واليوم المخرج نجلة إسماعيل أنزور اختار أن يتحدث عن رجله، رجل الثورة. من دار الأسد للثقافة والفنون للإخبارية السورية، نرمين عمار. وبنبقى بدمشق لكن مع المرأة التي كانت عنوان المعرض الفني التي أقيم بصالة السيد مؤخرا، خيال أنثوي جسد المرأة عبر مراحل عديدة ب 15 عمل تشكيلي تنوع بين اللوحة المنحوتة والعديد من الفن التشكيلي. تفاصيل أكثر عن المعرض بتقرير زميلتنا هزار عبود. نحو 30 عملا تشكيليا حمل النفس الفني الأنثوي، رسمت ملامح المرأة في سوريا عبر نماذج عدة لتجسد حضورها القوي والمؤثر عبر مراحل تاريخية عديدة. ما بين لوحات تشكيلية جسدتها ريشة عدد من الفنانات ومنحوتات شكلتها أرواحهن، افتتح المعرض الفني الذي حمل عنوان المرأة السورية تاريخ وحضارة أبوابه أمام زواره. المرأة السورية التي احتلت مكانة كبيرة في تاريخها القديم، فهي التي أمنت الاستقرار وأنبتت العشب وقامت بالتبادل التجاري، وكانت بدايات القرية الأولى من تأسيس المرأة السورية. المرأة السورية هي الرب الأم، هي عشتار، هي عنات، هي عنا، هي إينانا، هي كل هذا المزيج الحضاري في الحضارة السورية القديمة منذ عشرات الآلاف من السنين وحتى وقتنا الراهن. عندنا فنانات كتير مهمين أنا متابعهم من زمان بالحركة التشكيلية العالمية، كل فنان صار له شخصية لتقنية، عم ينقلوا هوية وطن، عم ينقلوا محبة للعالم، والأم السورية هي أم لكل العالم، لأنه نحن أصول البشرية طلعتنا عنا، فنحن اللي بنعلمهم الفن ونحن اللي مقدم حالنا، مقدم وطننا، مقدم بيئتنا. اخترت شخصية سميرة ميس الملكة يلي بلشت حياتها بأسطورة، واخترت الثانية مغنية المعبد هي الفنانة. فأنا هون حبيت كمان وجه رسالة إنه مثل ما هي بتكون ملكة وقائدة وعندها حكمة وعندها، فهي كمان أنثى بتحب الفن، بتحب الحياة. المرأة هي صانعة العالم، هي صانعة الأجيال، هي اللي بتبني الأجيال، هي اللي ربت واللي أسست، هي اللي ربت الجيش العربي السوري لحتى يكون يحامي عن الوطن. هي قدمت الغالي للأغلى، كونها هي امتداد لهالعظيمات اللي نحن مقدمين اليوم أعمال عنهم. أنا مقدمة عملين، عمل لكليوباترا، العمل الثاني هو ملحمة الوجود اللي بيعكس واقع المرأة السورية عنا. دور المرأة دور مهم جدا، بحب أنه نركز عليه لأنه أساس الحضارة بالمنطقة هون صنعته امرأة. فأخذت مجموعة شخصيات، في شخصية من الأسطورة، في شخصية من التاريخ، وفي شخصية من التاريخ القريب. مجموعة الشخصيات كلها بتشكل امرأة سورية. هي السيدة المقاتلة، الأم، الملكة التي قادت جيوشا عبر التاريخ، وهي اليوم المرأة الصلبة صلابة قاسيون الشامخة ببطولات أبنائها. المرأة السورية التاريخ والحضارة كما رسمت الريشة الفنية ملامحها. للإخبارية السورية هزار عبود. أريج رحلتنا الثقافية وصلت للختام، أما هلأ بننتقل لفقرتنا التالية. تماما نور، فكرة مطبعة عالمية هي تعتبر من المشاريع الصغيرة التي يقوم بها الشباب من خلال توظيف الفن والأفكار الإبداعية مع التطور التكنولوجي واستخدامه بتجميل القطع اليدوية. عم نحكي عن مشروع شغف للشباب والشابة الموهوبة دانا روماني اللي بدأت بالطباعة على الشموع. يسعد صباحك دانا. صباحك أهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. يمكن هلا كنا عم نشوف بعض اعمالك اللي هو طباعه على الشمع، خلينا نحكي عن هيدا المشروع والفكره من وين اجت. هلا الفكره بلشت من السنه الماضيه، كان في عندي مناسبه عيد ميلاد
لشخص غالي علي، فانه حابه شيء مميز اهدي، شو اعمل شو ساوي شيء هيك كثير يكون مميز وما له مألوف. فرحت جبت كيلو شمع دوبته وعملت منه شمع، طبعت عليه، تعلمت هذا الشيء لحالي يعني، طبعت عليه طلعت تجربة يعني لا بأس فيها كأول مرة. حبيت طور الفكرة أكثر لتصير أنه هي فعلاً أنه منتج يستحق أنه هو يكون موجود بكل بيت، بيغرس محبة من خلال أنه إحنا منقدم الهدية تكون كتير مميزة ومشغولة بكل حب وبكل فن وبكل إبداع. يعني موضوع الشمع أنه يتواجد بالبيت أمر كتير عادي، لكن أنت دانا حبيتي تدخلي لمسات إضافية لإله وأعطته جمالية أكثر. خبرينا كيف عم تختاري الصور والكتابات، وكيف شو الشيء الأكثر شيء يمكن عم نطلب منك؟ هلا أنا قبل ما بلش نزلت على السوق، شفت درست السوق هو شو حابب، شو الصور اللي كتير بتلفتهم، شو القضايا اللي مهمة بالنسبة للشباب خصوصي يعني، شوف هنا شو حابين، على أساس اخترت المواضيع. فبعدين فكرت أنه أتوسع أكثر بالبحث لشوف شو بيطلع معي تصاميم كتير مميزة ومو مطروقة بالسوق. عملت يعني هيك مثل فايل معين لأكثر من موضوع، على أساسه عملت نماذج وشفت قديش إلها تأثير، إنه قدي حبوها الأشخاص، والحمد لله لقيت كثير صدى حلو. وهذا الصدى يمكن يعني لقيتيه خلال البازار اللي شاركتي فيه، كيف كانت الأجواء، كيف كان الصدى؟ ومثل ما قلتي يمكن الشمع بنشوفه بأي بيت، بس يمكن المميز فيه إنه عم يكون في رسومات من خلال يمكن الطباعة الحرارية. يعني أي حدا ممكن يكون عنده فنان حابب يكون صورته على الشمع أو لاعب رياضة، وممكن كمان ممكن هلأ عم بطبع صور شخصية، حتى بالإضافة لكل هاد عم ينطبع صور شخصية، هي عم تضيف كتير يعني هيك ميزة على الشمعة. إنه أنا مثلاً عندي شخص حابب أهديه لعيد ميلاده، أو مثلاً عنده مثلاً حالة مثلاً عرس، مثلاً خطوبة، حابب إنك مثلاً تخرج، أي مناسبة عنده إياها كتير إلى قيمة معينة، فيني أعمل له التصميم اللي هو بيريده مع صورته أو صورة الشخص اللي حابب يهديه إياها. فبتطلع كتير إلى هيك يعني إضافة كتير مميزة عن إنه هي فقط إنه جبت شيء جاهز من السوق رح تقدمته. كمان دانا مو بس شموع عليهم طباعة، كمان في منهم عم بيكونوا معطرين. تمام. هلأ المعطرين عم يجوا، نحن الشمع نفسها فينا معطرة بالعطر اللي فواحة بتكون؟ أكيد أكيد، لأنه عم ينحط أصنصات أصلية فيها. كتير مراقبة موضوع جودة الشمعة، جودة اشتعالها، جودة العطر اللي عم ينضف لها، بحيث مثلا إذا بدنا نحكي الشمعة الكبيرة عم تقعد 48 ساعة، فأكيد بدها عطر يكون أكيد كتير فواح. اختيار الشخص هو بيختار العطر اللي بيناسبه، وهذا المميز يعني فيني أنا أختار نوع العطر، ممكن يكون أي موجود. عطر بتريدي ففيني حط الأساس تبعه بقلب الشمعة، بينضاف عليها يعني هيك كمان لمسة فنية. بنفس الوقت في عندي القطع الصغيرة اللي مثل ما شايفين الملونة، هي عم تجي كمان معطر مثلا للسيارة بين الثياب، كمان فكرة انه هي شمعة وانه تعطي ريحة هيك فواحة، كمان كتير عم تلاقي صدى حلو. دانا يمكن هي الخطوة الأولى لحضرتك بهيدا المشروع وعم تسعي لتطويره، خلينا نحكي التطوير كيف بده يكون، من خلال الأحجام أو من خلال الطباعة؟ ببداية الاختبارات للشمع أنا صلي 3 شهور عم حاول إنه نختبر إنه اشتعال نوع الشمع، نوع العطر، الألوان، حتى بالإضافة للألوان كتير فتت بتفاصيل ما كنت بعرفها فلتها أول مرة. كتير تعلمت من خبراء قابلتهم إنه يعطوني ملاحظات لحتى اتطور المنتج. حاولت إنه مبدئيا ك يعني مثل خطوة أولى الأشكال هي الأشكال الموجودة هلأ، بس أكيد لقدام رح حاول إنه يكون عندنا أشكال مختلفة، أحجام مختلفة، أفكار جديدة بقدر طورها لحتى يكبر هذا المشروع أكثر وأكثر. دانا قديش يعني أنت صبية سورية اليوم عم تتخطى يمكن كل الأزمات والحرب اللي عم نمر فيها، عم يكون في ابتكار وإبداع، قديش هذا الشيء يمكن ساهم أكثر أنك أنت تشتغلي وتتحدي كل الظروف وتعملي شيء مميز ويلقى يعني شوية رواج؟ هلا الفكرة بأنه نحن كشباب سوري نحن عنا طاقات كتير حلوة. أنا يمكن بحياتي ما كنت أفكر إنه أشتغل شيء أقدم خدمة حرفية وتصير للعموم وينحكى فيها وإنه يصير لي مشروع اللي باسمي
وإلى آخره. بس بالأخير نحن إذا وظفنا طاقاتنا صح، عرفنا نحن شو بدنا نشتغل، ليش بدنا نشتغل، انت شو هدفك دانا؟ أنا أدب فرنسي. فتختلف يعني. تماماً، مختلفة تماماً. وحتى يعني بموضوع التعلم النشط أنا كمان فعالة، فعالة بالتنمية البشرية، فعالة بالتطوع. أنا أكثر من مرة كنت معكم ضيفة بموضوع التطوع. فنحن يعني عنا طاقات، بس هاي الطاقات إذا ما وظفناها صح واستثمرنا أنه نحن في عنا فعلاً طاقة وحاولنا ندور نحن شغفنا وين، نحن وشو حابين نعمل، شو هدفنا. ويمكن اللي بيميز الشباب السوري هيدا الشيء اللي عم تحكي، الطاقة والتحدي والإرادة. يعني أنت عم تقولي صبية دارسة فرنسي، عملت مشروع خاص لإلي بس كمان بشتغل بالتطوع. يعني بتلاقي دائما بأي مكان ممكن يخلق شيء لحاله. تماما. هلا هي كمان كفكرة أصلا مشروع صغير، هنا كان في مبلغ صغير بلش منه المشروع، أطلقته بحيث أنه نحن نشوف صدى. كتير يعني تكلفت بشكل أنه أنا شوف العالم قديش حتحب هذا الشيء، قديش هو حيعطي فعلا هذا الأثر اللي أنا متوقعته. هو طالما معمول بكل حب حيصل هذا الحب للشخص اللي عم يشتري وللشخص اللي عم بيتقدم له هاي الهدية. فنحن أثرنا كتير مهم. لما عم نكون فعالين وعم نوظف هاي الطاقات صح، رح نقدر نصل لشيء أكتر من اللي نحن بنتخيله أصلا. دانا ذكرتينا وبالفعل نحن كنتي معنا ضيفة عبر النشاطات التطوعية، قديش هذا الشيء كمان ساهم بتغيير حياتك، بتغيير مسار حياتك وأضاف لك شيء جديد؟ هلا أكيد كتير ضاف لي، وأنا كتير ممنونة لكل لحظة عشتها مع شخص عم بيكون عم بيشتغل معه تطوع، عم قدم شيء لهالبلد، عم قدم شيء لأولاد هالبلد يلي هن كتير بأمس الحاجة لكلمة أوقات أو لفتة صغيرة. صحيح. نحن عم نقدر نكون عم نرسم بسمة بس على شفاههم. كتير كتير حلو الموضوع التطوع، وكتير لي ضف لي شخصيتي. بالأزمة شفنا يعني العمل التطوع انتشر بشكل كتير تماما. كبير مع الشباب السوري. عم نتفاجأ بالأعمار صغار وكبار عم يكونوا موجودين بجميع الفعاليات والنشاطات بالعمل التطوعي. هلأ كنت بدي أشوف بعض الأعمال اللي عندك. هلأ في شيء مكتوب على الشمع؟ يعني هلا هذا فن تشكيلي عراقي. هذا مكتوب مثلا فوق النخل فوق، فينا نحن نشوفه. هي هي هلا هي عم تكون فن تشكيلي عراقي مثل ما قلت. عم حاول جيب افكار مميزه ما لها مطروع، ضوي على الشغلات هي فعلا فنون بس ما حدا بينتبه لها. هي مثلا نموذج من الشيء اللي لسه يعني فيني احط لوحه تشكيليه بس على الشمعة يعني فقط. في هيك تمام. فهي بالنسبه ل هي الشمعة. في هيك مثلا كمان هذا الشيء كتير حابينه يعني الشباب والصبايا، شيء كتير غريب وكتير هيك له ضوجة والألوان وهيك كتير عطيته جمالية. عن جد يعني شيء حلو. دانا شو أكتر شيء عم ينطلب منك؟ هلا بالنسبه للشباب، هلا ايه بالنسبه للشباب في عندك ريال وبرشلونه اهم شيء. هي الصراع الدائم بين كل الشباب. بالنسبه لل مثلا بعيد الحب كثير انطلب شيء لفيروز، اقتباسات اغاني كثير انطلب من هذا الشيء، صور شخصيه كثير انطلب. وحتى بتستغربي في اشخاص كثير طلبت لموضوع انه هي مثلا شخص عزيز عليها كثير مثلا متوفي، فهن حطوا صورته وصبضوا الشمعة بالبيت. كمان قديش إلها كمان جمالية، وقديش يعني حتى أنه قدراني فوت لكل مشاعرهم شاركهم فيها من خلال هيدا المشروع بكل بيت. تمام. يعني عم بيكون في شيء بالفعل هيك لمسة فنية وعم بيكون فيها إبداع. شو أكتر شيء دانا حسيتي أنه أنت لازم تشتغلي عليه؟ هو الشكل أم يمكن الجودة أم أنه تضيفي له مواد عطرية تكون دائمة أكتر؟ هلأ هو حسب الطلب بشتغل. بس هو الشيء الستاندرد إذا بدنا نقول اللي موجود، هن الموجودين بهالأشكال. إضافة العطر بتضاف عليه حسب الشخص هو شو بحب. أنا ما حبيت أختار عطور معينة الأشخاص تكون بتحبس شيء تاني. فهو حسب الطلب، فيك تعطيني أي نوع عطر بجيبه وبطبق لك إياه. بالنسبة للأشكال هي عم تتطور، في تطور بس اللمسة الأنثوية واضحة. يعني هو الشغف اللي بنرجع بنقول اسم المشروع كشغف اسمه على الفيسبوك كشغف. شو شغف اسم الصفحة بالعربي بعدين يتفرج. سلاش بعدين شغف بالانجليزي. هلا مكتوب فيه هو ك يعني سلوغان اذا بدي اقول. هو لوف باشن كارما، انه نحن الحب
بيولد هذا الشغف. كمان بيولد الكارما، هي قانون الكارما اللي هو بيعيد عليك. يعني أنا لما أقدم حب وشغف ورح يرجع لي بطريقة تانية، لو مو عن طريق هدية ممكن يجيب أي طريقة تانية، ممكن كلمة كتير كتير حلوة مثلا من زباين مثلا أخذتها هي مثلا أنه إيه كتير حلوة وعجبتهم وكذا، هي كتير عم تعطي دافع أنه كمل استمر أكتر. طيب قبل ما نختم خلينا نحكي عن التكلفة، الأسعار كيف عم تكون يعني تقريبا مناسبة للجميع؟ إيه أكيد. هلا بالنسبة للأسعار إنه أنتي راح تجيبي هدية وتكون بهالميزة وبهالجودة ما بتلاقي بهي الأسعار. بنفس الوقت قيمتها المعنوية لا تقدر بثمن. فلما عم تدفعي شيء كتير بسيط وهو مشغول بكل حب وعم تقدميه بكل حب فهو عم بيكون كتير غالي، بس هو كتكلفة إذا نحكي مادية هو كتير بسيط وكتير متواضع. يعني يا دانا نحن بنتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله هالمشروع يلي بدأ صغير يكبر أكتر وأكتر وتحققي عن جد هدفك عبر هالمشروع. وشكرا كتير لوجودك معنا اليوم. شكرا كتير لكم، وشكرا كتير لهيك إضاءتكم لهي الأفكار ولهي الإبداعات تبع الشباب، لحتى هي تعطون بس هيك دفع انه نحن يعني عم ندعمكم لتكبروا. كثير شكرا لكم. اكيد نتشكرك. يمكن ودائما الهدف الاساسي من برنامج صباحنا غير نسلط الضوء على المواهب السوريه الشابه، فاكيد نتمنى لك التوفيق وان شاء الله دائما هيدا الشغف يكون مرافق دربك. شكرا كثير لك. اما هلا اريج بننتقل لمحطتنا التاليه لليوم لنروح فيها ونستذكر محطات من حياه ملحن ومطرب لبناني لقب بشيخ كار الطرب الشعبي اللبناني زكي نصيف، اللي بيصادف مثل اليوم ذكرى وفاته وسطور من حياته، بتقرير لزميلتنا سلمى عودي. عذوبة الصوت وسحره، اللحن المريح البسيط والعميق، روح الفلكلور وحكايات الوطن. إنه المغني والملحن اللبناني زكي نصيف، أحد أهم الملحنين الذين واكبوا نهوض إذاعة لبنان في أربعينيات القرن العشرين، من مواليد بلدة مشغرة في البقاع الغربي عام 1916. شارك في الشعر والموسيقى الشعبية منذ صغر مثل الزجل، العتبة، الميجانة وأبو الزلوف. ألف ما سمي آنذاك عصبة الخمسة مع الأخوين الرحباني حليم الرومي، والد الفنانة مجد الرومي وتوفيق باشا وفليمون وهبي. كان الهدف من هذه العصبة الخروج عن الغناء الشائع إلى محاولة اكتشاف لون من الغناء المحلي الذي يستمد من الفولكلور جمله اللحنية. يا عاشقة ساهم بإمداد إذاعة الشرق وإذاعة لبنان بالمواد الموسيقية والغنائية في الخمسينات. في عام 1957 دشنت العصبة انطلاق الليالي اللبنانية الأولى في مهرجانات بعلبك الدولية بعمل فولكلوري بعنوان عرس في القرية. في تلك الليالي البعلبكية الأولى انطلقت الأغنية التي لحنها وغناها الكوراس طلوا حبابنا طلوا نسم يا هوا بلادي. درس زكي نصيف الموسيقى في الجامعة الأمريكية في بيروت، وانضم إلى فريق إذاعة الشرق في فترة الانتداب الفرنسي. ساهم في إطلاق مهرجانات دولية وألف موسيقى وأغاني لفيروز، صباح الصافي، ماجد الرومي وغيرهم الكثير. كما أدى شخصياً عدداً من ألحانه ودرس في الكونسرفتوار الوطني اللبناني. لا ينتمي نصيف إلى مدرسة الرحبانية الموسيقية
التي مزجت الموسيقى الغربية والكلاسيكية بالطابع الشعبي اللبناني والنمط التقليدي القديم. بدلاً من ذلك أبقى على المواد القديمة ولكن بروح جديدة متزاوجة مع تقاليد الضيعة اللبنانية. ومن أهم ما أشاد اللبنانيين عن مؤلفاته وأغانيه كان أغنية راجع راجع يتعمر، والتي غناها خلال الحرب على لبنان، والتي اعتبرت نشيد يدل على صمود البلد في وجه الدمار، وما أثار استغراب العديد من الأشخاص الذين يعتقدون أن زكي نصيف لا يمكن أن ينتج مواد جديدة لكبر سنه، إلا أنه في عام 1994 ألف ألبوم كامل لفيروز سماه فيروز تغني زكي نصيف. في عيد ميلاده 85 أجرى مقابلة واسعة مع وسائل إعلامية لبنانية مختلفة. قدم زكي نصيف أكثر من 500 أغنية ولحن غناها بصوته أو بأصوات عدد كبير من الفنانين. توفي في بيروت في 10 من آذار عام 2004 على إثر نوبة قلبية وعن عمر ناهز 88 عاماً، وبعد 5 أعوام على وفاته تحول بيته لمتحف فني. أكيد الرحمة لروحه، يعني فن تراثي أصيل، فن لبناني عريق اليوم تجسد عبر هالفنان زكي نصيف. أكيد الرحمة لروحه، ويمكن ما في حدا منا ما كان له ذكريات ويغنية من أغاني. أكيد أما هلأ نور رح ننتقل لمحطتنا التالية مع عالم التغذية الصحية، ورح نسلط الضوء فيها على أهم النصائح الغذائية لمرضى السكري وشو الحصص اليوم الموصى بها وما ينصح به تناوله. هالمعلومات بالإضافة لمجموعة من النصائح متعرف عليها مع أخصائية التغذية ليال سلوم. يسعد صباحك ليال. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي عن التغذية الملائمة لمرضى السكري. يمكن كتير من المرضى ما بيلتزموا بحمية، خلينا نحكي عن هي الحمية وقديش مهمة فعلا لإلهم. اول شيء هلا نحن عم نحكي عن السكري تايب 2 ليكون يعني نمط ثاني من السكري، السكري غير معتمد على الانسولين. المشكله بالمستقبلات بالسكر بصير بعد عمر كبير، مشان يكون مشاهدين عندهم فكره عن شو عم نحكي. ما في شيء اسمه حميه خاصه لمرض السكري، هي الفكره غلط. هي حميه صحيه مع اختيارات صحيحه. مريض السكري ما هو ممنوع من اي ماده غذائيه منعتام، حتى من السكر او الحلويات او الاطعمه الدسمه، بس الفكرة يختار اختيارات ذكية ويختار المواد بأوقات ذكية. فرح نحكي عن المواد الغذائية مادة مادة ليصير عندنا فكرة عامة كيف كل مادة نختارها. بلش بالكربوهيدرات أو النشويات. كتير عالم بيفكروا إنه مريض السكري ما لازم يأكل رز، ما لازم يأكل معكرونة، ما لازم يأكل خبز. هاي المعلومات غلط. لازم يأكل ويأخذ احتياجاته منه، وكتير مهم إنه يأخذ هاي المواد الغذائية. لكن بنسب حصص معينة. بس نسبة المادة الغذائية المطلوبة هي المهمة. طريقة الطبخ مهمة. والنوعية بالاختيار، فمثلاً البرغل أفضل من الرز لأنه في شيء اسمه مؤشر السكر الجلاميك إندكس، هو هذا كل ما كان منخفض كل ما كان أفضل لمرضى السكري. فعند البرغل هو أفضل من الرز، بس ما هو ممنوع الرز. خبز الأسمر أفضل من الخبز الأبيض، يعني مثلاً رغيف متوسط الخبز الأسمر أحسن من قطعة صغيرة من الخبز الأبيض. المعكرونة السمراء أفضل من البيضة في حال توافرت، ما توافرت المعكرونة العادية. الرز الأسمر أفضل من الرز الأبيض. الطحين الأسمر أفضل من الطحين الأبيض. المادة الغذائية الثانية اللي نحكي عنها هي البروتين. هي مادة كتير مهمة لازم مريض السكري ياخذ منها يوميا. البروتين بيكون أفضل نوع بروتين هو الأسماك، بيجي بعده الدجاج، وآخر شيء هو بروتين اللحم العجل أو اللحوم البقرية. وهي دسمة، يفضل دائما الدجاج والسمك. مريض السكري مضاعفات السكر الأمراض القلبية، كرمال هيك لازم ياخذ كمية كافية من الأوميجا 3، كرمال هيك لازم ياكل سمك خاصة الأسماك الدهنية 2 مرات بالأسبوع. في حال عدم توافر السمك فينا ناكل تونة أو سردين، طبعا السمك مشوي مو مقلي.
الماده الغذائيه والاضافه للبروتينات النباتيه مثل حمص، عدس، فاصوليا. ونحن مطبخنا غني كثير بهي الطبخات، يعني اي عندنا رز وفاصوليا، رز وحمص، برغل بحمص، المسبحه وهي كثير مؤشر السكر منخفض، كثير منيحه لمرض السكري، ما بترفع السكر، في يستفيد من هي المواد الغذائيه ويستمتع فيها. الماده الغذائيه كمان الدهون، الزيوت، يستبدل دائما الدسم الحيوانيه السمنه والزبده بالدسم النباتيه الزيوت بكميات مدروسه قليله ما كميات كبيره. يستمتع بقبضه مثلا من الجوز او اللوز للحصول على الاوميجا 3 مرتين او ثلاث مرات بالاسبوع، طبعا ما كميه كبيره، قبضه يعني تقريبا حبتين لثلاث حبات باليوم. كمان في مواد غذائيه كفواكه وخضار، الخضار اهم ماده غذائيه المفروض تكون على كل وجبه لمريض السكري، سواء خضار مطبوخه كالسبانخ، الملوخيه، خضار نيئه كالسلطات، تبوله، فتوش، كلها هي خضار، فمفروض كل وجبه لمريض السكري تكون موجود هاي المواد الغذائيه. الفواكه طبعا ما أنا ممنوعه مثل ما كثير عالم بيفكروا، بس في فواكه طبعا افضل من غيرها بحسب مؤشر السكر. تماما ليالا، نحن رح نحكي عن الفواكه والخضروات وحتى المشروبات يلي بتنصحي فيها لمرضى السكري. يمكن ذكرتي نقطه مهمه بالبدايه انه هي ما أنا حميه غذائيه، يعني ما أنا ممنوع عن بعض الاكلات، لكن هي الكميه والحصه الغذائيه لازم تكون معينه. خلينا نبدا مريض السكري وقت يبلش نهاره من الصباح، شو الافضل انه يتناول وصولا للغداء والعشاء؟ وبتنصحي انه يتناول ثلاث وجبات وثلاث حصص غذائيه، اما يفضل انه يكثر الوجبات وتكون بكميه صغيره؟ طبعا وجبات صغيره ومتعدده، وجبات صغيره ومتعدده اساسيه، وجبتين سناك. الوجبات الاساسيه لما يفيق يفطر، الفطور دائما يكون فيه بروتين، اذا ما في عنده مشكله بالكوليسترول مثلا يكون مثلا بيضه مع خبز اسمر مع حبه خضار او حبتين خضار مثل ما بيحب، بس لازم يكون في خضار. السناك بيكون عباره عن حصه فواكه، الفواكه المفضله مثلا التفاح، الكرز، المؤشر السكر بيكون فيها منخفض، في ياكل هاي قطعه الفواكه، او حتى مثلا حبه بطاطا حلوه كمان مؤشر السكر فيها منخفض. هي كثير عالم فكروا بطاطا حلوه ما بتسوى لمريض السكري، هي افضل من البطاطا العاديه. بعدين الغداء، الغداء في الصحن المريض السكري هو عباره عن صحن العادي نقسمه بالنص، نص في خضار، الخضار بتكون اما خضار نيئه او مطبوخه مثل ما حكينا، سبانخ، ملوخيه، سلطات، والنص الثاني بنقسمه نصين، يعني ربع بيطلع هو الكربوهيدرات سواء كانت خبز، رز، برغل، المادة الغذائية الطابخينة، والربع اللي ضل هو البروتين سواء بروتين نباتي او بروتين حيواني. فبتطلع هذا الصحن الصحي هو الوجبه الاساسيه لمريض السكر. بيجي جنبه هاي كاسه اللبن او الحليب، اللبن او الحليب لازم يكون خالي الدسم، اذا ما عندنا لبن خالي الدسم فينا نحط اللبن بالخلاط مع شويه ثلج بنخلطهم بيطلع الدسم فوق، بضل اللبن تحت مسحوب الدسم، نستفيد منه لمريض السكر. الوجبه اللي بعدها كمان بتجي سناك، فينا ناخذ فيها حمص، فينا ناخذ فيها نوع معين من البذورات مثل القضامي مثلا، قبضة مكسرات فينا ناخذ فيها، اذا ما اخذنا لبن على الغداء فينا ناخذه، حبه فواكه. والوجبه الاخيره الاخيره كمان عشاء، يعني وجبه صغيره يفضل دائما بروتين يكون مثل اللبن، نرجع على اللبن، صحن خضار، جبنه بيضه مثلا مع خبزه سمراء مع قطعه خضره. هي الوجبات لازم تكون هي وجبات صحية، هذا مش نظام غذائي لمريض السكري، هو النظام الصحي، الحمية الصحية وهي مناسبة لمريض السكري. طيب خلينا نحكي معك ليال قديش مهم نسبة السكر، يعني مثل ما قلتي هي وجبة صحية خلال اليوم، بس نسبة السكر إن كان مثلا من خلال الفطور بالشاي، من خلال يمكن قطعة حلو معينة اللي ممكن يأكلها، وقديش هي النسبة ممكن تكون؟ يعني مثلا في كتير من الناس بتاكل حلو كتير بس يصير معهم مرض سكري بينقطعوا تمام، لا فينا نحن نضيف طبعا على وجباتنا الصحية، لكن النسبة هي بتكون المختلفة. هلأ ما ممنوع مريض السكري نهائيا من الحلو، بس أول شيء بده يختار الحلو الناشف، ما يكون الحلو فيه كريمة وفيه كتير قصص. ثاني شيء يكون بالنصف الأول من النهار، ما يكون الحلو مسائي، وقطعة صغيرة وبعدها يمشي تقريبا نص ساعة لثلاث أرباع الساعة بعد قطعة الحلو، هيك فيه يستفيد منه. بس انه ياخذ حلو عده مرات بالنهار، لا، مريض السكري او الانسان العادي هي شيء ما هو صحي، ومريض السكري بيؤدي للمضاعفات تصير بوقت العسل اسرع. العسل مسموح بنسبه معينه في العسل المرضوع. مسموح كمان بنسبه معينه تقريبا ملعقه صغيره 5 جرامات مثلا الصبح مع زهورات منيحه، اكثر من هيك لا. لكن ليال شو يفضل الابتعاد عنه؟ يعني مرضى السكري بتلاقي انه دائما بيحموا حالهم، يمكن مثل ما قالت نور اوقات بينقطعوا على بعض الاطعمه، لكن شو بالفعل الاطعمه يلي ما بتناسبهم؟
اهم شيء المريض السكري اول شيء ينزل وزنه. المريض السكري تايب 2 معظمهم عندهم بدانه هو سبب السكري الاساسي، فمفروض ينزل وزنه، يتبع حميه منخفضه الكربوهيدرات لتنزيل الوزن عند اخصائي تغذيه، محميه عشوائيه، لانه مريض السكري اذا اخذ حميه عشوائيه بتسبب مشاكل. اضافي لانه مثلا السكر كميات مدروسه، ممنوع ياخذ سكر كميات كبيره. حتى المحليات الصناعيه يفضل الابتعاد عنها او تقليلها، لانه على المدى البعيد لها كثير اثار سلبيه. الدسم والاطعمه الدسمه لانه معرض لامراض القلب، دائما بيرافق السكر ارتفاع بالشحوم الثلاثيه والكوليسترول، كرمال هيك لازم يحاول يبتعد عن الدسم، عن الزبده والسمنه. بس ما حتى هي الاطعمه الدسمه وحتى السكر ما في شيء ممنوع نهائيا، كله بس بوقت مدروس، مثلا مره بالعشرة ايام قطعت الحلو او الوجبه الدسمه، بعدها يقوم يمارس الرياضه بوقت مبكر النهار ما بوقت ليلي. طيب خلينا نحكي عن شرب الماء خلال النهار كمان لمرضى السكري، لازم يكون في نسبة معينة خلال اليوم؟ طبعا هلأ الماء مهم لكافة الأفراد العالم حسب وزن الجسم حسب العمر، فيفضل تقريب لترين لترين ونص باليوم ماء. مريض السكري يمكن بحس بعطش بشكل دائم خاصة في حال ارتفاع السكر، عشان هيك لازم يعود مي ويحاول يضل دائما معه أنين من المي. يعني في مؤشرات ليال يعني عبر الأطعمة مثل ما قلتي يمكن أنه المريض السكري بيصير بيشرب مي أكثر، في مؤشرات معينة ممكن تدل أنه هذا الشخص صاير معه مرض سكري؟ إيه طبعاً. هلأ الشعور بالعطش بشكل دائم، زيادة حالات التبول خاصة بالليل، الشعور بالإرهاق والتعب، هي كلها خاصة إذا في حالة وراثية بتدل على أنه المريض معقول يكون معه سكر. وقتها بنلجأ للتحليل للأكد لنا أما الخضاب السكري أو التحاليل الصباحية مكررة عدة مرات. طيب هي الحمية الغذائية أو مثل ما قلتي الغذاء الصحي لمرضى السكري تختلف إذا كان مصاب مرضى السكري شاب أو حدا كبير بالعمر؟ هلأ بتختلف حسب العمر حسب الاحتياجات. الاحتياجات طبعا بعمر الشباب حسب النسبة العضلية أكبر الاحتياجات بالنسبة لكبار السن، بس ما بتختلف المواد الغذائية. المواد الغذائية أساسية، وجود الخضار أساسي، وجود الفواكه، بس تختلف الكميات حسب العمر. الحصص الغذائية تختلف. طبعا حسب الأدوية اللي عم ياخذها مريض السكر. مريض السكر المعتمد على الأنسولين اللي بلش ياخذ أنسولين، النظام الغذائي مختلف تماما عن مريض السكري العادي. كنت عم تحكي لنا بالبداية عن يمكن أهم الخضروات والفواكه يلي الصحية بالنسبة لمرضى السكري، شو هي؟ هلا بشكل عام الخضار الفواكه كلها صحيه، بتختلف نحن عنا حسب مؤشر السكر مثل ما حكيت. ففي فواكه منخفض مؤشر السكر عندها، هي مفضله عن الفواكه المرتفع مؤشر السكر. مثلا البطيخ مرتفع فهو بيرفع السكر اكثر مثلا من الكرز اللي منخفض، اكثر من التفاح اللي منخفض مؤشر السكر عنده. بس هل هي قائمة طويلة كتير يعني، بس مثلا الجزر، التفاح، البرتقال، الكرز، المشمش منخفض مؤشر السكر فيهم، البطيخ مرتفع مثل ما حكينا مؤشر السكر فيهم، الخضار بشكل عام منخفض مؤشر السكر فيها، الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر والمعكرونة السمرة طبعا منخفض أكثر من الكربوهيدرات البسيطة. بس يعني قائمة طويلة جدا من المواد الغذائية. الخضار معظمها منخفض مؤشر السكر، من جزر، بروكلي، سبانخ، خس، هاي كلها فينا ناخذها بكميات كبيره. اذا نحكي شوي على يمكن الفواكه الموسميه، هلا مثلا فينا نقول برتقال، جريفون، دائما الفواكه الحمضيه، فواكه الحمضيه قلب السكريات مؤشر سكر منخفض. من جريفون وبرتقال وليمون وكلها، فهي هاي مفيده جدا لمريض السكري. بس يفضل مو عصائر، يفضل فاكهه كما هي في حال الحصول على الألياف. الألياف بتسرع حركة الأمعاء فبصير امتصاص السكر أقل. فإذا أخذناها عصيركم بكون السكر امتصاصه أسرع فبرتفع السكر بالدم أسرع. إذا بدنا ناخذها كعصير يفضل نضيف اللي بيطلعوا فوق على العصارة لألون الألياف يعني الغذائية، أو نعملها بالمكسر ما نعملها بالعصارة. طيب بالختام يمكن نصائح بتحبي توجهيها لكل مصابي مرضى السكري، خصوصا في كثير من أهالينا الكبار ما بيلتزموا بهي الحمية الغذائية، خلينا نحكي بالختام نصائح بنوجهها لإلهم تحديدا. أول شيء مرض السكري لا يعتبر مرض، مرض السكري هو نمط حياة مفروض نتبعه، هو النظام الغذائي نظام سهل، الواحد ما لازم يفكر انه انا مريض سكر. هي بتصير ردة فعل عند مرضى السكري انه صار نظام معقد، بصيروا يحبوا السكر اكثر، يحسوا حالهم محرومين، ما انا محروم من شيء. بس تنظيم السكر مهم للوقايه من مضاعفات السكر، الالتزام بعدد الوجبات والوجبات الكثيره والصغيره كثير مهم، الالتزام بالصحن الصحي وتكثير الخضار والسلطات مهم جدا لمرضى السكري.
إضافة لشرب المي وممارسة الرياضة يومياً، يعني ساعتين ونص بالأسبوع الحد الأدنى. طبعاً أكيد الرياضة مهمة بكل الحالات وبكل الأمراض وحتى بالنسبة للأشخاص السليمين. نحن كتير نشكرك ليالي اليوم على المعلومات الصحية اللي أضفتيها لصباحنا. أهلا وسهلا فيكم ليال سلوم أخصائية التغذية، شكراً كتير لك. شكراً لكم. يعني يا نور لهون بيكون وصل صباحنا للختام، ورح نبقى على الموعد كل يوم الساعة 9 الصبح. وبنهاية هذا اليوم نحن نتمنى لكم بقية أسبوع يحمل كل الخير والسلام لكم مشاهدينا. وإذا حدا عنده أي اقتراح فيكم تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. مني أطيب تحية لكم، تبقوا بألف خير. أكيد أريج رحلتنا الصباحية وصلت للختام، وأكيد ختامنا رح يبقى يحمل الأمل بوجودكم وصمودكم أبطال الجيش العربي السوري. وأكيد لكل يلي حابب نحكي أو يشاركنا بفكرة أو موضوع يشاركنا فيه عبر صفحتنا على الفيسبوك. رحلتنا الصباحية خلصت، إلى اللقاء.